أما تلك الأيام، تلك الأيديولوجيات التي كانت يعني تذهب بنا في اليمين والشمال وعز الأم ومش عارف إيش، وكل تلك الشعارات تبقى شعارات، تبقى شعارات لا شعارات لا قيمة لها. وما قتلنا إحنا العرب إلا الشعارات، شعار تلو الشعار. أين انتهت؟ لا شيء، لا شيء ولا شيء. يعني تجد مثلا شخص مثلي وصل إلى هذه السن، أو أشخاص آخرين تلقاهم عانوا في تجاربهم، تجد أن الشعارات هي التي كانت المؤثرة أكثر شيء. فشباب اليوم أنا أرجو أنه يحسن من حاله في هذا العصر التقني ويشتغل على نفسه لا أكثر ولا أقل.